لم تكن أفضل مباراة نقدمها منذ فترة طويلة. واجهتنا الكثير من الصعوبات في اختراق الدفاع المنتخب السعودي، ولم تكن هناك الكثافة الهجومية التي تمكننا من خلق فرص للتسجيل والفوز بالمباراة. نسعى للفوز في كل مباراة، لكننا لم نقدم اليوم ما نستحق الفوز عليه. لكن في مثل هذه الأوقات يجب علينا أن نتحلى بالهدوء وأن نتحد. المباراة انتهت، علينا أن نطوي هذه الصفحة وأن نصب كل تركيزنا على المباراة المقبلة التي أصبحت لا بديل فيها عن الفوز. بالطبع الخسارة كانت مفاجئة وقاسية، لم نتوقع أن تكون بهذا السوء، لكن الآن علينا أن ننظر إلى السلبيات التي شهدتها المباراة ونجد طريقة مناسبة لتفاديها في المباريات المقبلة.